تحت مسمى جمعة الغضب تدفق آلاف اللبنانيين والفلسطينيين إلى الطرقات عقب صلاة الجمعة نصرة لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي غير المسبوق على المدينة. التظاهرات في لبنان شملت كل المناطق إلا أن أكبرها كانت في الطريق الجديد، حيث انطلق المئات في مسيرة كبيرة من مسجد الإمام علي باتجاه الكولا رافعين الأعلام الفلسطينية. وبكلمة له أكد إمام مسجد الإمام علي الشيخ حسن مرعب التأييد لطوفان الأقصى داعيا إلى النفير العام. فليعلم العدو الإسرائيلي أننا من هنا من بيروت من الطريق الجديدة من عمق بيروت بكل شوارعها التي أخرجته منها في 86 مستعدون جميعا للموت في سبيل الله. فليقصف فليضرب كلنا مشروع الشهادة. هم أعلنوها حربا ونحن نقول نحن في زمن الحرب، وقالها ذلك الأمريكي قال إنها حرب دينية ونحن نقول نعم إنها حرب دينية. ونوجهها رسالة للمجاهدين في كل مكان، الآن هو وقت النفير في سبيل الله. أما في الضاحية الجنوبية فنظم حزب الله اعتصاما حاشدا تحدث فيه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. نحن كحزب الله نساهم بالمواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة، ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به. من جهته دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان جميع النواب السنة إلى اجتماع طارئ يوم غد السبت. وفي المعلومات فإن دريان سيتناول مع النواب ما يحدث في غزة والتحضيرات بحال تدحرج لبنان إلى الحرب، حيث سيوصي بتشكيل لجان لمتابعة النازحين على أن يصدر بيان عالي السقف بعد اللقاء.